إذن مروان، بداية الجزائر تعرف انتشارا كبيرا لمتحور دلتا، فما مدى خطورة المتحور وكيف يمكن مواجهته؟ يعني هو متحور خطير أكثر من الكورونا فيروس الأصلي اللي كان من قبل. علاش؟ لأنه انتشار تاعه هو أكثر من الكورونا فيروس يعني الكلاسيك. هذه حاجة الأولى، وبهذا السبب يعني بيسكو راه يعني الانتشار تاعه يكون أكثر. للأسف يعني عدد الحالات يزيد، معناتها عدد الحالات في المستشفى تاني يزيد، وعدد الحالات يعني في مراكز العناية المركز في مراكز العناية المركزة والإنعاش راح يكون أكثر، والوفيات أكثر. الحالة اللي رانا نشوفوها الآن هو أنه هذا الفاريون المشكل تاعه هو رانا نشوفوه بزاف في العالم، غير الجزائر يعني يقيس بزاف صغار. نعم. يعني لا فيرسيون كلاسيك كنا نشوفوا باللي من الاول، خاصه الناس اللي يكونوا كبار اللي عندهم امراض مزمنه، اللي يكونوا يعني عندهم سوابق فيما يخص الامراض. لكن هذه المره مع هذه الجائحه يعني الموجه الجديده، رانا نشوفوا مع الدلتا كاين ناس صغار اللي ما عندهم حتى يعني حتى مرض مزمن، وعلى على رغم هذا الشيء يعني راهم في يلحقوا حتى المصالح الانعاش وللاسف يعني الموت. نعم، في هذا السياق مروان، يعني هذا المتحور يمس اكثر الان الشباب والاطفال، فما هي الاعراض التي تظهر خاصه على الاطفال؟ الاعراض جو الحاجه الاولى يقدر يكون ما يكون حتى اعراض، خاصه مع الاطفال الصغار. هذا هو المشكل الكبير، يعني الطفل الصغير يكون مريض وما نكونوش على بالنا بلي راه مريض. على بها رانا غير نقولوا نعاودوا باللي الناس اللي كبيره ولا الناس اللي تكون يعني ماشي اون بلوس ملقحه ما لازمش يتلاقاو باولادهم ولا الاحفاد تاعهم، يعني اللي يقدروا يكونوا حاملين المرض بلا ما يكون عندهم اعراض. هذه جو الحاجه الاولى اللي حبيت نتكلم عليها. الحاجه الثانيه، الاعراض اللي تكون عند واحد صغير هي اعراض نفسها اعراض اون غريب، يعني واحد يكون يسعل يكون عنده والحمى، يكون يعني حس شويه صدره راه يوجعوا، لي كورباتور في لي مشكل تاعو. دونك هي اعراض عاديه عند الصغار. بصح عند واحد يكون يعني كبير اكثر يقدر يكون فيه من ذاك اعراض اللي ما تشبهش كامل الاعراض العاديه، خاصه مع هذا المتحور دلتا، لانه من ذاك شكون هي تكون برك اعراض تاع الجهاز الهضمي، يكون يعني فيه اسهال ويكون فيه يعني اعراض تاع الجهاز الهضمي. الواحد يكون عنده يعني الرغبه في التقيؤ ولا شيء من هذا القبيل، وواحد ما يخممش يعني من الاول بلي يقول بلي هذا بالكورونا فيروس. بصح كاين بزاف هنا حالات انا نشوفوها في فرنسا ولا في الجزائر وين ما يكونش فيه الاعراض التنفسيه هي الاولى، تبدا الاعراض بالجهاز الهضمي وبعدها يكون بالك فيها اعراض. يعني هذا هو المشكل ثاني مع المتحور دلتا، يعني الاعراض ماشي دائما هي اعراض كلاسيكيه. نعم، وفي حاله اصابه المراه الحامل بهذا الوباء، يعني هل من مخاطر او من مضاعفات على صحتها او صحه جنينها؟ فالمشكل هو يعني كوم لا غريب، الخطر عند المراه الحامل هو المراه الحامل هي لي بلو فراجيل كو الشخص يعني من غير المراه الحامل، لانها تقدر كي تكون عندها يعني اون انفيكسيون ماشي غير يعني الكورونا فيروس تقدر دير مضاعفات. انا باش نكون برك مثال، هاد نهايه الاسبوع راني في مناوبه يعني في المستشفى. البارح كانت عندي مريضه في عمرها 26 سنه ما عندها حتى سابق مرضي، هي حامل في 33 اسبوع من الحمل. للاسف يعني زوجها هو اللي نقل لها الكورونا فيروس، والبارح كانت يعني في مع الاول كانت في مصلحه الامراض الجسد الامراض التنفسيه، لانه كان عندها برك 3 لتر في الدقيقه الاكسجين. لكن للاسف يعني كي عاودتها في نهايه اليوم نقلتها الى مصلحه الانعاش، لانه كان لازم لها يعني اكسجين اكثر، لانه يعني المشكل اللي كان يعني عندها هو انه ما دارتش اللقاح لانه كانت خايفه، كانت تقول لا كنسنى حتى خلاص الحمل باش نديرو. على بها نقول النساء الحامل هي النساء اللي تقدر تكون عندها مضاعفات لو كان يديروا الكورونا فيروس يعني الانفكسيون. على بها نقول لهم باللي سقسوا يعني طبيب الامراض النسائيه باش هو اللي يعني يطمئنكم ويقول لكم باللي لازم تروحوا ديروا اللقاح، لانه للاسف. نعم، في هذا السياق مروان، يعني هل اللقاح ليست لديه مضاعفات على صحه المراه الحامل وجنينها؟ ما في حتى مضاعفات، لانه اون بليس الان يعني الدراسات اللي راهي في امريكا في فرنسا ولا في انجلترا يعني داروا كاين بزاف دراسات يعني عند المراه الحامل والمراه اللي ترضع الطفل الصغير تاعها، والدراسات تبين باللي ما كان حتى خطر لا على المراه الحامل لا على الجنين ولا على الرضيع. يعني ما في حتى يعني
كيفاش يقولوا ما كان حتى يعني اوني با ان تران ديزيتي يعني من جهه الطب الاطباء والباحثين ما فيش يعني خوف. انا نقولوا كامل نساء الحامل بلي ما كان حتى خوف. الخوف هو يعني على العكس كي المراه الحامل تمرض بالكورونا فيروس وتكون عندها مضاعفات. نعم، وبما تنصح النساء الحوامل في حاله تاكد الاصابه؟ في حالة تأكد الإصابة الحاجة الأولى كامل هي يعني تروح تشوف ال سواء يعني لا ساج فام تاعها ولا الطبيب لو جينيكولوج. إذا ما كانوش يعني متوفرين باش تشوفهم سريعا، على الأقل تشوف يعني طبيب العائلة باش هو اللي يشوف إذا عندها أعراض اللي لازم تروح المستشفى وتكون في مصلحة الولادة، ولا يقولها باللي لا يعني عندك حالة يعني هي ماشي ما فيها ما كانش خطر مضاعفات وتقدر تكوني في البيت. لأنه المثال برك تاع المريضة اللي شتنا البارح الحالة الحكيمة كانت خطيرة، حاب يقول كانت طبيبة تاع أمر التوليد مضطرة باش يعني دير اون سيزاريان عملية قيصرية باش يعني باش نقضوا يعني لو فيتوس يعني الجنين، وباش ثاني نقضوا المريضة. يعني إذا كان واحد يعني المرأة الحامل إذا كانت مريضة ولا عرفت بلي عندها كورونا فيروس، الحاجة الأولى يعني على الأقل على الأقل شوف طبيب تاعها تاع العائلة لازم يشوفها باش يقول اسكو هاد المريضه ما عندها حتى خطر تقعد في البيت تاعها ولا لازم تروح لمصلحه الولاده باش تكون يعني عندها تكون مع طبيبه تاعها تاع امراض التوليد. نعم، لكن مروان هناك يعني هناك دراسات امريكيه وحتى منظمه الصحه اكدوا ان اللقاح يبقى امن على النساء الحوامل، الا ان هناك الكثير من المواطنين يعني يخافون من الذهاب نحو التلقيح. لا انا مش نقول لكم يعني كاين بزاف الناس يعني في العالم اللي راهم ضد التلقيح وراهم يديروا يعني يكتبوا يعني اشياء في مواقع التواصل الاجتماعي اللي راهي تروح بطريقه سريعه جدا. يعني الحمد لله يعني من قبل ما كانوش في التواصل الاجتماعي كي كانوا اللقاحات اللي نعرفوها في امراض البوليو كل امراض يعني الاوبئه اللي درك ما كانش بفضل اللقاحات. لازم تعرف المراه الحامل باللي كيما اللقاح تاع لا غريب اللي ديروه كي يكونوا حامل، لانه على بالنا باللي المراه الحامل تقدر دير مضاعفات كي تكون عندها اون غريب. سي نفس الشيء هذه الخطره كاين ان فيروس اللي يقيس يعني الجهاز التنفسي واللي قدر يؤدي الى موت المراه الحامل ولا الجنين تاعها يعني لا سمح الله. عندنا هذه الخطره يعني بارابور لا دانيور فما كان عندنا حتى يعني لقاح خطره، الحمد لله عندنا لقاح. لازم المراه الحامل ما تسمعش تسمع للطبيب تاعها، ما تسمعش راهم تشوف في الانترنت ولا في مواقع التواصل الاجتماعي، تسمع الطبيب تاعها. اذا قالها الطبيب تاعها لازم دير اللقاح، لازم دير يعني ثقه في الطبيب تاعها، وما عندناش يعني حل اخر. نعم، لكن في حال إصابة المرأة الحامل بالفيروس فهل ينتقل هذا الفيروس إلى الجنين؟ ينتقل الجنين، هذا الشيء يعني نعرفه من الموجة الأولى. يعني من الموجة الأولى شفنا حالات تاع جنين يعني غير خرج يعني في الولادة، درنا تحاليل بي سي آر وشفنا باللي كان عنده الفيروس. يعني هذا الشيء يعني مثبوت علميا، الفيروس يقدر ينتقل من المرأة الحامل إلى الجنين تاعها، ويقدر يشكل خطر على حياة الجنين ولا على حياة المولود. نعم، شكرا لك مروان، سنعود إليك بعد حينما الآن. فينضم إلينا الدكتور بدر الدين بوسعدية باحث في علم الأعصاب بجامعة أكسفورد في بريطانيا. صباح الخير بدر الدين. صباح الخير سيدتي، صباح الخير أهلا بك. الناس شكرا بدر الدين. بداية، بما يختلف متحور دلتا عن فيروس في نسخته السابقة نسخته الأصلية؟ هو كجميع الفيروسات، الفيروس الأول اللي عنده ديفيجن بزاف يعني يتكاثر بكثرة، وهذا ويخطئ. هذه الأخطاء هي اللي تولد تحورات. التحورات هذه الهدف منها أنه هو يهرب من الأدوية، يهرب من اللقاح، يحاول يتعايش. يعني هي طريقته الطبيعية، طريقة الفيروس الطبيعية كي يتعايش، خلق متحورات. نعم، وفي هذا السياق دائما في سياق اللقاحات، فهل تستطيع اللقاحات المتحورة اللقاحات الموجودة حاليا يعني التعرف على هذا المتحور الجديد دلتا ومواجهته؟ الأسبوع اللي فات كانت دراسة أمريكية
يعني في مجلة مرموقة أثبتت أنه كل الفيروسات لحد الساعة يعني كل اللقاحات الموجودة فعالة على المتحور دلتا، وهذا ما نقدروش نعرفه من قبل. يعني في كل مرة لازم تكون أبحاث سريرية وأبحاث في المخابر باش نشوفوا إذا كان المتحور الجديد إذا كان اللقاح مازاله فعال على المتحور الجديد ولا لا. لهذا في كل مرة يكون متحور جديد كاين خوف من طرف التخوف يعني من احنا كأطباء ولا من منظمة الصحة العالمية، لأنه ما على بالناش ممكن يجي متحور وين اللقاح اللي راهو موجود يولي ماشي فعال. هذا هو الخوف الكبير من يعني الخوف الكبير لما الناس يعني اللقاح ما يكونش جماعي والناس ما ديرش اللقاح. يعني لو ما دارتش اللقاح نخلو نعطوا فرصة للفيروس أنه يتحور ويخلق ممكن سلالات جديدة مستقبلا، وإن حتى لا قدر الله يعني اللقاحات الموجودة تولي غير فعالة عليها. نعم، وفي سياق المتحورات الجديدة التي تظهر مؤخرا، يعني هل تظن أنه يجب الذهاب نحو تعزيز الجرعات بجرعة ثالثة؟ لحد الساعة رانا نعزز الجرعات اللي عند الناس اللي عندها مناعة ضعيفة ولا عندهم أمراض مناعية ولا عندهم يعني الناس الكبيرة في السن، لأنه على بالنا باللي لازم لهم جرعة زايدة. ممكن مستقبلا، وهذه إمكانية يعني تبقى مطروحة، أنه في إطار هذه التحورات الجديدة لازم نزيدوا رابيل، يعني نزيدوا لقاح جديد، يعني ثالث جاب كما يقولوا بالإنجليزية، يعني لازم نزيدوا ثالث جاب. نعم، بدر الدين، لا يزال هناك أناس يشككون بفعالية اللقاحات المضادة لكورونا، خاصة في ظل الأخبار التي تروج في من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن معظم الوفيات جاءت بعد تلقي اللقاح مباشرة مثل ما حدث في بريطانيا. يا لا سيدتي، هادو الناس راهم بكل صراحة يعني هادو هما اللي راهم يطولوا في الأزمة هذه، لأنه المشكل العويص اللي رانا عايشينه في كل عالم مش في الجزائر فقط. يعني الناس ما عندهم حتى علاقة بالعلم، ما عندهم حتى علاقة بالطب، ويتكلموا في أشياء ما تخصهمش، وهذا من مساوئ يعني وسائل التواصل الاجتماعي. لكن هناك أرقام تم ترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أين نرى أن عدد الوفيات ازداد في بريطانيا بعد تلقي اللقاح، فهل هذا صحيح؟ لا سيدتي، لا بالعكس، عندنا لا بالعكس، يعني كان 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 ثلاث موجات في بريطانيا لحد الساعة، موجة الأولى، موجة الثانية، والموجة الثالثة. لو نقارن بين الموجة الثانية اللي كانت من أشد الموجات يعني هنا في بريطانيا مع الموجة الثالثة، نشوفوا أنه حتى وإذا كان أعداد الناس اللي عندها كورونا زاد نفسه تقريبا، عدد الوفيات انخفض كثير، وعدد الناس اللي وصلت حالتها يعني مستشفيات الاي سي يو يعني مصالح الانعاش الطبي كان قليل، ومعظم الناس هادو يعني نتكلم على اساس انه نعرف على بالي وش يعني نعرف الوضعيه هنا جيدا، معظم الناس هادو ماشي دايرين لقاح، يعني كانوا من الناس اللي ضد اللقاح ولا اللي محبوش يديروه لسبب أو لآخر. نعم، يعني هذه معلومة خاطئة 100%. نعم، إذن يبقى احترام الإجراءات الوقائية وتلقي اللقاح هما الحلان الوحيدان الموجودان حاليا للتصدي لفيروس كورونا ولمتحور دلتا. والله ما عندناش خيار ثالث،
وحنا كنشوفوا الازمه اللي رانا فيها الان في الجزائر، لانه ازمه كبيره. نعم هذه الازمه، راهي راجعه للناس هذه اللي يعني لو نحبوا نخرجوا من هذه الازمه عندنا طريقين، وهذه الطريقين الاثنين لازم ناخذوهم. يعني الطريق الاول انه نلتزم بالحجر الصحي ونلتزم بالتباعد الاجتماعي، وحتى انا بالنسبه لي يعني انا لازم حجر صحي شامل في هذه المده. والوسيله الثانيه والطريق الثاني لازم ثاني ناخذوه في نفس الوقت هو تعميم اللقاح، وتشجيع الناس لمشي لمدارس اللقاح، تروح تاخذ موعد وتروح تدير اللقاح ديالها، لانه وهذا في اطار حفظ ارواح الناس، لانه رانا رايحين في طريق. نعم فقط سؤال بدر الدين، يعني فيما يخص التلقيح دائما، هل يجب التاكد من عدم الاصابه قبل تلقي اللقاح، يعني بالكشف عن طريق البي سي ار؟ او هي بصراحه ماشي شرط، يعني نكشف لو كنا على بالنا باللي لو فيه اعراض، لو في اعراض من حتى مش ضروري نكشف. يعني الواحد يدخل حجر صحي وثلاث اشهر بعدها ان شاء الله يدير تحليل. لكن هناك خبراء يؤكدون انه يجب التوجه نحو التشخيص قبل تلقي اللقاح لتفادي حدوث مضاعفات. هذه المضاعفات تكون في حالة اذا كان الانسان ما إذا كان الإنسان ما كانش عرضة للفيروس في 15 يوم اللي فاتوا مثلا. ما أنا نتكلم لك، أنا نقول لك كيفاش نعمله هنا في إنجلترا، ولا حتى زميلي وصديقي الدكتور مروان ممكن هو يعني يأكد لك المعلومة. مش ضروري أنه الواحد يروح يدير تشخيص لسببين. السبب الاول انه ما تنساش بلي ان التشخيص في الجزائر يعني يتطلب يعني ثمنه غالي شويه، ما نقدروش نقول لكامل الناس روحوا ديروا تشخيص قبل ما ولكن الواحد اللي يكون في حاله وين يستلزم انه نتاكدوا، لانه على بالنا لانه كان قدام واحد مرض ولا عنده اعراض، هذاك يا يحجر نفسه ويعاود يولي ثلاث شهور بعدها، يا يدير اذا كان لازم يدير تشخيص من قبل، يدير تشخيص من قبل. وهذه تبقى يعني الاطباء هما اللي قرروا هذه يعني حسب الحالات، بس في الحاله العامه مش ضروري انك دير تشخيص قبل ما تروح دير اللقاح، لأنه هكذا نتعطلوا في عملية التلقيح. نعم، فقط قبل الختام بدر الدين، كنت قد حدثتني عن بعثة طبية ستأتي للجزائر بداية من 7 أوت المقبل، فهل من توضيحات أكثر؟ يا احنا في إطار يعني مع صديقي مروان، رانا نسقوا الحملات كثيرة هنا برا الجزائر، هو في فرنسا وانا هنا في بريطانيا، ونعملوا يعني الاثنين. يعني احنا نتواصل كل يوم تقريبا، كل ساعة تقريبا. من بين الحملات اللي رانا نديروا فيها هو انه نحاولوا نرسلوا بعثات طبية للجزائر، كاين ناس بزاف اللي ما خدوش يعني ما داوش هوليداي، يعني ما داوش العطلة السنوية ديالهم، وهذوك الناس يعني طالبين منهم احنا انه غير يقدر يجي يتطوع في الجزائر يكلمنا، احنا نحاولوا نروحوا نبعثوا هذا البعثة. لكن كم مدة ستلبثها هنا هذه البعثة، وما هي أهدافها؟ خاصة وأنها متكونة من أطباء وممرضين. هي البعثة حتكون متكونة من ناس متعودين على الـ على على الناس اللي مريضة بالكوفيد، يعني متعودين بهذا، كلهم يشتغلوا في مصالح كوفيد. وبعد احنا حنكون تحت وصاية الأطباء الجزائريين، يعني هم يقولوا لنا وين نروحوا واش نقدروا نديروا، احنا نتبعوهم. يعني الهدف هو مساعدة الأطباء الجزائريين في مواجهة هذا الوباء. هذا ما كان وين المساعدة، هذا ما كان، يعني هم يقرروا وهم يقولوا لنا في أي مكان نروحوا واش لازم نديروا، وحنا رانا جايين، يعني احنا راح نكونوا يد عاملة إن شاء الله.
وبعدها كاين في الحمله الثانيه ممكن مروان يكلمك احسن، هي جمع لقد انقطع الاتصال مع مروان يعني. ماشي مشكل، يعني الحمله الثانيه تكون في اطار هي جمع تبرعات، وجمع تبرعات للجاليه هنا، وهذه التبرعات احنا نرسلوها مباشره بالتنسيق مع الاطباء الجزائريين ومع الصيدليه. يعني هي مكونه فقط من اطباء هذه المره، الحمله التي ستطلق قريبا؟ لا، هي في كل الحالات احنا لازم نستنجد بكم، يعني يعني نستنجد بكم انتم كصحفيين، الناس يعني اللي معروفه في الجزائر، من اجل تشهير بالحملة، يعني باش الناس تعرف الحملة هذه في كل الحالات لازم تجوز على 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 أناس معروفين. نعم. يعني وفيما تتمثل، فقط قبل الختام، فيما تتمثل المعدات الطبية التي ستقومون بشرائها؟ يعني في الأول كانت معدات لل في الأسبوع اللي فات، يعني وكانت معدات خصيصا يعني أكسجين وتوليد اكسجين وما يسمى بكونسنتراتور وحتى وهذه الحمله الثانيه حتكون ان شاء الله الجينيراتور، يعني حتى الادويه وحتى وخاصه الادويه. نعم. هذا بالتنسيق مع الاطباء الجزائريين، لانه عندنا ادويه راهي ناقصه كثير، هذه الادويه احنا نحاول ننشرهم يعني في بمساعده اكيد الناس. نعم. وخاصه الناس، يعني كل الشكر يروح للناس اللي راهي تساعدنا. نعم. ومستلزمات الطبيه الاخرى، وهذا كله بالتنسيق مع الصيدليه المركزيه في اطار القانون. نعم، شكرا بدر الدين على كل هذه التفاصيل.